السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. فقبل قليل انتهت البريس كونفرنس التي جمعت بين أليستر أوفريم وريكو فيرا. غادي نحاولوا في هذا الفيديو يعني نختصروا لكم ونتكلموا على شنو قال الصحفي لريكو فيرهوفن على بدر هاري، وكذلك شنو كان الرد ديال ريكو فيرهوفن. فباش بلا ما نطولوا عليكم الفيديو، ويكون الفيديو دائما يعني فيه نقاط اللي كتهمنا نحن كمغاربة ويعني كبدر ارمي. ولكن قبل ذلك ما تنسوش انكم تشتركوا معنا في القناة بالنسبة للاخوة اللي مازال ما اشتركوش، والاخوان اللي اشتركوا ما ينسوش انهم يوضعوا زر الاعجاب على هذا الفيديو ان شاء الله باش يوصل لاكبر عدد من المتابعين، وهذا ما يحفزنا ويجعلنا دائما نكون نحن السباقين في نشاط. فنتلاقوا ان شاء الله بعد هذا الفاصل. هنا الصحفي يسأل ريكو فيرهوفن: أنت تقول أنك ترفض اللعب مع بدر هاري مرة أخرى، لماذا؟ رد ريكو فيرهوفن كان كالتالي: لقد تحدثت في السابق عن هذا الموضوع وسأعود وأتحدث فيه. بدر هاري يخسر دائما وأنا أفوز دائما، لا يمكننا أن نوضع في نفس الكفة. هو ليس مؤهلا أن يلعب ضدي، أنا دائما ما أفوز. يعني هنا بدر هنا عفوا ريكو فيرهوفن بغي يبين أنه فعلا كيرفض أنه يلعب مرة أخرى مع بدر هاري، ولو أن منطقيا يعني بدر هاري حاليا ما يمكنش ليه يلعب مع ريكو فيرهوفن، ولكن ريكو فيرهوفن ليس هو من يختار، بل منظمة غلوري للكيك بوكسينج هي من تختار المنافسين. ف يعني ريكو فيرهوفن هنايا بحال بغي يتهرب من بدر، وحنا تنعرفوا ان بدر هاري خصو يعني يربح نزالات بزاف باش ان شاء الله يعاود يلعب مع ريكو فيرهوفن ان شاء الله، وهاد المره غادي يفوز عليه. فحاليا بدر هاري هو احسن كيك بوكسر في الحد الان في منظمه غلوري، واحسن كيك بوكسر في العالم. يعني لست انا من يقول، ولكن بشهادة الجميع. فالطريقة باش تلعب بدر هاري كتبينه أنه يعني هو الأفضل، وإن شاء الله غادي يعود يرجع وغادي يربح يعني النزالات القادمة، وغادي يعود مرة أخرى يتلاقى مع ريكو فيرهوفن إن شاء الله، وهذه المرة غادي يربح. هكذا كانت إجابة ريكو فيرهوفن على سؤال الصحفي. أنتم كذلك أتمنى أن تتركوا لنا الآراء ديالكم إن شاء الله في صندوق التعليق أسفل هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.